يعني ينضم إلينا من موسكو دكتور أحمد سعد أمين، استشاري الأمراض الباطنة العامة. أهلا بحضرتك دكتور. يعني أبرز أعراض الصحية اللي يمكن أن تظهر نتيجة نقص المغنيسيوم في منتصف العمر ما هي؟ صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. طبعا زي ما ذكر في التقرير اللي حضراتكم عرفتوه، ان الاعراض نقص المغنيسيوم هو الاحساس بالتعب، الالام في الجسم، بعض التشنجات اللي بتحصل في العضلات خصوصا ليلا. ليه اعراض كتير قوي، اضطرابات في الجهاز الهضمي، اضطرابات في ضربات القلب، ودي اخطر حاجه خصوصا في السن الكبير، يعني مش في منتصف العمر بقى، في السن الكبير خصوصا اضطرابات في ضربات القلب. يعني هو ليه اعراض كثيره جدا، صداع، الاجهاد المزمن. طبعا هو اعراضه متشابهه شويه مع فيتامين دي، لان هو في الاساس بيخش في الاكتيفيشن او تنشيط فيتامين دي من دي 2 لدي 3، بيشتغل تقريبا ككو انزيم او انزيم مساعد، يعتبر يعني هو معدن من المعادن، لكن بيشتغل كانزيم مساعد في عمليات حيويه كتيره جدا في الجسم، وتنشيط الهرمونات وتمثيل الهرمونات والسكر، يعني بيخش في عمليات حيويه كتيره جدا، فوق ال 300 عمليه حيويه في الجسم. فطبعا نقصه اكيد بيؤدي لمشاكل صحيه بنبقى احنا مش عارفين سببها. يعني الواحد يصحى من النوم يحس انه ما نامش كويس، جسمه وجعه، الام شديده في الكف، في القدم، في خصوصا عضلات الساق من اللي هي الخلفيه، يعني اعراض كتيره جدا جدا. طيب دكتور، انا عارف ان انت طبعا مقيم في موسكو، احنا عاده بنحب يبقى التوجيه نحو الوطن العربي والمشاهد العربي في تناولنا للامر، ولو كان طبي او صحي. فمن واقع متابعتك او الاحصائيات، هل في اي احصائيات بتقول انه معدلات نقص المغنيسيوم لافته للنظر في المجتمعات العربيه؟ اقول لحضرتك على حاجه، هو مشكله المغنيسيوم ان هو مش زي هو المعدن صعب ان احنا نكتشفه. يعني احنا لو عايزين نعمل الكشف الصحيح لنقص مغنيسيوم او مش نقص مغنيسيوم، في عمليه معقده قوي او تحليل معقد، او مش زي بقيه الفيتامينز او مش زي بقيه المعادن، لان هو لما بنقيسه في الدم بنقيس اللي هو السيركيليتنج او اللي هو ماشي في الدوره الدمويه، لكن وجوده داخل العمليات الحيويه صعب ان احنا نقيسه. دي مشكلة. المشكلة الثانية ان هو يعني ايه، صعب ان احنا ناخد الكمية، يعني محتاج واحد بياخد مثلا 3 أو 4 سيرفينج سلط مثلا، او يعني 3 أطباق سلطة في اليوم على الأقل. مين فينا بياكل الثلاث أطباق سلطة في اليوم؟ غير كده ان في مشكلة أخرى، هي مشكلة الامتصاص. عندنا مشكلة ان احنا في بعض الناس بتشرب شاي او قهوه، او مثلا بتاخد حاجات اللي هي اللي بنقول عليها الريفايند، او اللي هي داخل فيها معالجه كتير، زي مثلا الدقيق الابيض الناصع، السكر الابيض اللي هو المعالج. طبعا الحاجات دي كلها بتقلل امتصاص المغنيسيوم، بتخش فيه، بتعمل صعوبه في امتصاصه. فاحنا ممكن ناكل، يبقى احنا مش عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى الكمية، والمشكلة الثانية امتصاصه. فبعض العادات السيئة بتقلل امتصاصه وامتصاص غيره، مش فقط المغنيسيوم، يعني في الحديد وفي الكالسيوم، في حاجات كتيرة جدا بتقل امتصاصها. يعني أفهم كده من كلامك يا دكتور إنه الموضوع كده بقى مش مقتصر على يعني اللي هو من ال 45 أو من ال 50 وأنت طالع، ده كده ممكن يعني الأطفال نظرا للغذاء الغير صحي للأطفال عادة يعني بقوا فيه، ده ممكن يعني من الأطفال يعني كمان يبقوا عندهم أصلا نقص في المغنيسيوم. بالظبط بالظبط، ده اللي أنا كنت عايز أقوله، إن هو مش منتصف العمر فقط، هو المغنيسيوم محتاجينه، بس هي كمية. احنا ليه بنقول يعني انا اقدر اقول البالغ، الشخص البالغ، ما اقدرش اقول المنتصف العمر، لان الشخص البالغ بيحتاج من 350 ل 400 حسب اذا كان ذكر او انثى، او حسب كان حجم جسمه، بيحتاج من 350 ل 450 مللي جرام مغنيسيوم. ده علشان بس امشي، ده كانه وقود، لان هو المغنيسيوم بيخش في تصنيع وقود الطاقه اللي هو الاي تي بي،
فإحنا طب من أين يمكن أن يحصل على الكم ده؟ طبعا هو احنا هننصح الناس ان هي تاكل البذور الكامله زي بذور الكتان، بذور اللي هو القرع العسل، المكسرات بكل انواعها. انصح طبعا لو حد هياكل خبز يبقى الخبز كامل الحبه. حاجه كمان مهمه جدا هي ان لو حسينا ان في اعراض التعب غالبا هيبقى حاجه من الاثنين او الاثنين مع بعض، اللي هو فيتامين دي والمغنيسيوم. فللاسف هنضطر في بعض الاوقات ان احنا ندي المريض سبلمنت او نديله قراص، لان القراص بيبقى فيها كميه مركزه. تحديدا في هذه النقطة دكتور عايز أسألك، بعض الناس عندما تتعرض لهذه الأعراض أو تشعر في هذه الأعراض تلجأ إلى المالتي فيتامينز، يعني تشعر أنه يعني ده نقص بفيتامين معين، فهل هذا مفيد مضر؟ والله المالتي فيتامينز أنا ما أقدرش يعني أقول إنها متاحة لكل الناس، وبعدين مشكلة المالتي فيتامينز إن دايما بيبقى الكميات اللي فيها بيبقوا حاطين كتيرة جدا معادن وفيتامينز في قرص واحد، فالكميات اللي بتبقى يعني الكميات اللي بتبقى موجودة بتبقى غير كافية، محتاجة فترة طويلة جدا وسستيند إن هي تبقى يعني فترة المريض يبدأ ياخد التابلتس أو ياخد السبلمنت دي فترة طويلة وما بتديش الاحتياجات الكاملة. غير إن ممكن كمان وقت أخذ، يعني مثلا إحنا المغنيسيوم المفروض يتاخد بالليل ما تاخدش الصبح، فأنا ما برجحش خالص اللي هي المالتي فيتامينز وخلاص بدون داعي. يعني أفضل طبعا إن الطبيب هو اللي يدي نصيحة طبية موجهة لكل مريض بذاته. طب يعني نسب المغنيسيوم هل هي تراكمية، يعني بمعنى أصح تناول الموز هل هو برضو واحدة من يعني الطرق اللي ممكن أن أنا أغذي بيها نفسي وأودي نفسي يعني جرعة مغنيسيوم؟ هو عموما اي خضروات واي فاكهة هتلاقي فيها نسب مغنيسيوم، بس هي اعلى حاجة موجودة هي زي ما قلت لحضرتك في الحبوب والخضروات الورقية زي السبانخ والخس والجرجير اللي هي الحاجات الداكنة الورقية دي بتبقى غنية جدا بالمغنيسيوم. البروكلي فيه مغنيسيوم، الموز فيه مغنيسيوم، الطماطم، الخيار، كل المعادن، الخضروات والفاكهة بيبقى فيها مغنيسيوم طبعا، بس بتبقى بنسب قليلة، بس هي تواجدها بيبقى أكتر في الخضروات الداكنه الخضراء اللي هي ذات الاوراق، يعني هي دي اكتر حاجه موجوده في المكسرات وموجوده في اشياء كتيره. يعني كل صحي تعيش مبسوط او الى حد ما، يعني او تعيش يعني بشكل اصح عن العاده، وكما ذكرت دكتور يعني العدد من العناصر الغذائيه اللي ممكن ترفع لك معدلات المغنيسيوم اعتقد موجوده في حاجات كتير. فاحنا اولا سعداء بوجودك معانا في صباح جديد، وهناخد بقى الروشته الافتراضيه اللي خدناها النهارده من خلالك، واعتقد ان شاء الله المشاهدين واحنا جميعا نطبقها. وبشكرك على مداخلتك معانا استشاري الامراض الباطنه العامه، كنت معنا من موسكو دكتور احمد سعد، شكرا لك.